ويل يا ويل يا ويل يا بعد امي ويلة يالله يالله رب السماء يا خالق المخاليك يالله يالله رب السماء يا خالق المخاليك بذكرك إيماني يزيد طاعة وإحساني أدعيك ربي أدعيك ربي وقت الفرح والضيق والله ويبقى إمام المصطفى العدناني بادي حديث بادي حديث بمعرفة خلا رفيك شخصا هويت يا معروف للوطن فناني وقص الطاعة بيته وعبرت المفاريق وقص الطاعة بيته وعبرت المفاريق مضرب لقاني على بوابه وفرحاني وبسرعة خويته خيّن ما هو صديق وبسرعة خويته خيّن ما هو صديق فنان بقلبه الرجل للحب خلقانه صوته لو شدا يطوي المشاريق صوته لو شدايد والمشاريك غنى لأقصى العرب وطراب أوطاني 30 عاما مضى نجاحا وتوفيق عمره ما جرح إنسان أو ذم خلاني وبليلة آخ يا قلبي آخ وبليلة جاني خبر قلبي إلو ما يطيق وبديت مع خلتي هاتف ورا الثاني والحين 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 ما صار الخبر إلو تصديق حسيت في صدمتي والكون حزنان والحين ما صار الخبر إلو تصديق والحين ما صار الخبر إلو تصديق حسيت في صدمتي والكون حزناني ودموعنا من الحزن ملت أباريك عفراق ومطرب وطن للأرض عشقاني يالله يالله يلي عذكر بات وعحب فيك يالله يلي عذكر بات وعحب فيك جاز اللي كان السبب ويعيش سجانه اللي قتل بيبان لو مخفي بخناديك ونعاش عمره طويل ما يفوت رضوانه الغدر يا ناس الغدر يا ناس الغدر يا ناس علا والجرح عميق الغدر يا ناس علا والجرح عميق واللي قتل مظلوم ما يعيش بأمانه يالله كل طاغي في
بحر الظلم غريق عبرة يصير المن بعده ع الظلم غفياني واختم كلامي واترحم على شفيق أبو السائد محبوب العرب والناس يغفر له رب السماء علينا يرحمه.